أنا من سنة بعمل يوغا، تقبل في ضغوطات بحياتي أنا مش قادرة أتعامل معها. حتى لما عملت رياضة مثلاً، إنه رياضة بتفرغ أو ويك إند أو أعمل هاي الشغلات كانت تتفرغ، بس ما كنت أحس جسمي بفرغ التفريغ اللي أنا كنت بدي إياه، أو إنه استرس بضل موجود جواتي، بضل موجود بجسمي. ومع زحمة الحياة بتحس إنه كل هاي الشغلات أنت بتوصل لمرحلة إنه مش قادر تتحمل. أول مرة كنت بوع على جسمي، بحس أنا بالضبط وين عم بوجعني، ليش عم بوجعني، شو الحركة الغلط اللي أنا عم بعملها، لو أنا سويت هاي الحركة شو حتأثر على جسمي. يصير لو أنا بني آدم جديدة، عندي رؤية جديدة، عندي فرص كتير جديدة، عالم تاني تماماً، إنه عالم كتير هادي، كتير فيه ريلاكس. إيش ما صار أنا مستعدة إني أستقبله بكل سلام، وأحس بحس حالي إنه قادرة أواجه أي إشي.